ترجم ده جماعي، الجماعي بتاعت التركيبه دي، بتاعت القماشه دي، ما بتطلعش نفس المردود اللي يخليك وانت قاعد بتقيم لعيبه زي محمد صلاح وتريزيجيه وامام عاشور واحمد سيد زيزو وعبد المنعم والشناوي، يعني كل اللعيبه نجوم بصراحه في منتخب مصر، نجوم تقيله ومؤثره جدا مع فرقها. لكن جماعيا ده مش مترجم، المشكله هنا فين؟ والشغل اللي المفترض كابتن حسام يشتغل عليه مع الفريق عشان يقدر يطلع من القماشه او من الخامه دي شكل المنتخب اللي احنا مستنيينه. تملي يعني في ده لو انت متفق مع الكلام. لا هو تملي، انا طبعا متفق مع حضرتك كل حاجه، بس القصه كلها دايما دايما يعني، انا حتى في مصطلح كده او في مثل يقول لك ايه، ادي العش لخبازه. دايما في حاجه اسمها، او احنا الدارج في الوسط الكروي يقول لك ايه، ده مدرب بتاع منتخبات وده مدير فني بتاع انديه. زي ما احنا كنا بنتكلم قبل الكابتن حسام كده، كنا بنقول مستر فيتوريا كان على طول قبل ما يمسك منتخب مصر اغلب وجوده مع انديه وانديه كويسه وعامل نتائج كويسه وعنده سي في محترم. لكن احنا بنتكلم ان دايما المدير الفني بتاع المنتخب او المديرين الفنيين اللي هم على طول مختصين، هم بيمسكوا منتخبات كتير، بيبقى عندهم كم خبرات وكم تعامل مع ازاي اجمع النجوم دي في مكان واحد، وفي نفس الوقت ازاي اقنعهم بالفكر بتاعي نمره اتنين، نمره ثلاثه ازاي اشيل ما بينهم، ودي باكد عليها كتير قوي، وده دور كابتن حسام في الفتره اللي جايه وخلال وجوده مع منتخب مصر، ان هو ازاي يشيل حته الانتماء وما بقاش غير انتماء لمنتخب مصر بس. ده لو قدر يسيطر عليها جوه حدود اوضه اللبس بتاع منتخب مصر، هتلاقي ان اللعيب في زي ما حضرتك قلت كده، في واحد واثنين في كل في كل مركز، هتلاقي كل اللعيبه دي بتأدي بنغمه واحده. اللي قاعد اللي بيبدا في التشكيل بيأدي بالنغمه اللي عايزها المدير الفني، واللي قاعد على الدكه اول ما بيطلب منه بينزل بيمشي على نفس النغمه ويمكن نغمه احسن. دي حاجه، الحاجه اللي برضه بقول عليها دايما وهو دايما بيطالب بيها طول المعسكرات او طول ايام المعسكرات، وبالذات احنا عندنا المنتخب المصري متعودين على كده، ما بنعرفش نتعامل مع اللعيب. انا متهيألي انه لعيب الكوره معلش دلوقتي بيسمع كلمه معسكر دي يعني نفسه بتقفل. الراجل بيشتغل معسكر دي، ما دي معروفه 365 يوم في السنه، بيلعب كم بطولات، هي دي معروفه عند لعيب الكوره اصلا. دلوقتي معسكر دي يعني هيتقفل عليا، هيتقفل عليا ما بين ان انا هظبط اكلي، هظبط نومي، مفيش موبايلات كتير، هبقى منفصل زي ما بيقولوا كده عن العالم الخارجي بقدر كبير، على قد ما هو ان انا يبقى كل تركيزي في اللي هيطلب مني من خلال المدير الفني اللي هيطلبه مني. وده اللي هو اصلا بيطالب بيه كابتن حسام حسن في المعسكرات، او ان هو يطول فتره المعسكرات. ليه؟ هو اللعيب المصري دايما على طول كده، لازم تقعد تحفظ فيه بنسبة كبيرة، يعني لازم تديله الطريقة اللي هتلعب بيها، ما تديلوش اوردرين في وقت واحد. لو اديته اوردرين في وقت واحد هتلاقيه هنج منك، حصل عنده ايرور كده، فهتلاقيه مش هيديك حاجة في الملعب. وده اللي احنا كنا بنشوفه، يعني ممكن نشوف في جزء منه في الشوط الاولاني والشوط الثاني بتاع انا الكلام. عندي حتة التباين دي هقف معاها، لان احنا عملنا شوط حلو قوي اول قدام بوركينا، وشوط ثاني ما كانش على المستوى، على العكس تماما كان مع غينيا.